العظمية أعرق أحياء بغداد. تتوسط هذا الحي الأشهر مقبرة العائلة الهاشمية التي أسست دولة العراق. فهنا رفاة الأمير فيصل الأول بن حسين بن علي، أول ملك للعراق بعد إعلان الاستقلال عام 1932. وبعد وفاته تولى الحكم ابنه الملك غازي الذي توفي في حادث سيارة، ليتوج الملك فيصل الثاني بن غازي ملكاً على العراق وهو في الرابعة من عمره. قتل الملك فيصل الثاني هو وكل أفراد العائلة الملكية رمياً بالرصاص في باحة قصر الرحاب عام 1958، صباح ما سميت وقتها بالثورة وإعلان عبد السلام عارف الجمهورية العراقية، ليسدل الستار عن هذه الفترة من حكم العراق. اليوم أعاد ديوان الوقف السني ترميم المقبرة الهاشمية لتصبح معلماً ملكياً بارزاً في قلب الأعظمية. تطوير المقبرة الملكية وترميمها هو جزء من حملة كبيرة تقودها الحكومة العراقية للإعمار وإعادة بناء بعض المشاريع العمرانية الكبيرة. ترميم المقبرة الملكية لما لهذه المقبرة من رمزية كبيرة لدى العراقيين بشكل عام ولدى البغداديين وأهالي العظمية بشكل خاص، لذا اهتم دولة رئيس الوزراء بهذه المقبرة اهتماما كبيرا. سيتم فتحها لكافة المواطنين يومين بالأسبوع للزيارة والاطلاع وتفقد معالمها الثقافية والأثرية والسياحية والثقافية. ومنذ عام 58 وحتى اليوم لا يزال العديد من العراقيين يرون ذاك اليوم بداية نهاية لمشروع الدولة المدنية وظهور نظام سياسي جديد مهد فيما بعد لأنظمة غير مستقرة دفعت بالبلاد لمزيد من الانقلابات وأدخلتها في نفق الحروب والموت، ليصبح التغيير في العراق محكوما بالدم. تسابيح مبارك، حي الأعظمية، بغداد.